السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المتابعين، النهاردة هنشتغل في كم، هنعمل طريقة كم لطيفة جدا ودايما بتسألون عنها وتنفع في قنادر البيت أو لبس البيتي. أنا بعمل خط كده أهو، الكم ده كروزيه. هنا بيكون المسافة دي بتكون عرض الإبط، عرض دوران الإبط، تمام. والكم ده ما بيتعملش في كم كامل، لازم يتعمل في نص كم. فانا هعمله كده مربع 16 × 16، ولو عايزة تعمليه للكبار بيكون عرض الكم والطول بيكون 20، عرض دوران الابط والكم يكون 20. يعني ايه برضو عايزة اعرف العرض ده تاني ام عبد الرحمن عشان مش واصلالي. العرض ده هو الجزء ده كده اهو، هو الجزء ده، تمام. هو الجزء ده هو نفسه العرض بتاع الكم، والطول الطول اللي احنا بنعمل، تمام. طيب لو انا بعمل محيط الزند للكبار بيكون بنزل كده 13 سنتي، لو انا للاطفال بنزل حوالي 6 أو 7 سنتي، وباخد الجزء ده كده اهو، وهسيب لكم الرابط بتاع الكم ده. كده الكم معايا هقصه عشان اوريكم القصه بتاعت النهارده. ده كده الكم بتاعنا زي ما حضراتكم شايفينه، تمام. الخطوة اللي ما عملناهاش هي ان احنا لازم نعمله تقسيم علشان خاطر ما يبقاش واسع من فوق لتحت. كده بدخل حوالي 2 سنتي وبعمل الخطوة بتاعتي دي اهي، تمام. طيب نفرد بقى كده الكم ده، كده خط النص اهو، ده كده خط النص بتاع الكم، تمام. لازم تعملي التطبيق ده. طيب اشتغل على اليمين او على اليسار زي ما انت عايزه، اشتغل على الاتجاه اللي يعجبك. ادخلي من المسافه دي حوالي 6 سنتي اهي او 5 سنتي زي ما تحبي، تمام. هي 6 الا، ونفس الحكايه هنا نفس القياس بالشكل ده اهو. يعني اللي انا بدخله من الخط ده هو هي المسافه من هنا لهنا. وابتدي بقى اعملي ايه، اعملي دوران كده اهو على ما فيش، شايفين كده، طريقه سهله وبسيطه. اقص ده كده الكم بتاعي. طيب تطبيقه على القماش بيكون ازاي؟ بصوا القماش اهو، شايفين كده، لازم الوش يكون على الوش اهو، لازم الوش يكون على الوش عشان تديني النتيجه مظبوطه، تمام. طيب انا عايزه اعمل لونين عشان بس اوريكم الفكره شكلها ازاي. طبعا الكم حريه شخصيه انك تعمليه كل لون واحد او حتى تعمليه لونين زي ما انت عايزه. المهم ان انا حطيت اهو وش القماشه على وش القماشه، وهبتدي بقى اقص الجزء بتاعي ده كده اهو. اهو زي ما حضراتكم شايفين، والتركيب بيكون بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده، وبيكون ده شكل الكم، تمام. لازم يتركب له بيه الاول. يعني ايه بيه؟ هقول لكم دلوقتي اهو، عباره عن شريط عرض 2 أو 3 سنتي هنلفه على الكم وهنشوف ازاي. دلوقتي ببتدي من اسفل بالشكل ده، وفي بيه جاهز لو مش حابه تشتغلي بالقماش، في بيه جاهز بس برضو جاهز، ده ممكن ينسل منك غسله بغسله ينسل، تمام. فانا بحب اللي بيتعمل كده بالايد اهو. بصوا باخده كده على الامام اهو بالشكل ده كده، باخده على وش القماش
بعمل التانية بنفس الطريقة. شايفين انا عملت ايه؟ اخدت الجزء اللي تحت ده كده اهو، وبعمل التانية بنفس الطريقة. ده الفينش اللي لازم يتعمل لكم الكروازيه. اهو بالشكل ده، وبثبت الكم بتاعي عشان اركبه، وبرضه هوريكم طريقة التركيب. بركب بقى الجزء ده اللي هو الاكتاف في الاكتاف، دي مجرد قطعة كده للتمرين. لازم تتمرني على الحاجة عشان تعرفي تعمليها، متكتفيش بمشاهدة الفيديو بس. بفرد بالشكل ده كده عشان اركب الكم بتاعي. بالشكل ده كده ببتدي بالنقطة بتاعة المنتصف، والف الكم بالشكل ده. انت اللي بتتحكمي في الكروازيه ان هو يكون متداخل قوي او بسيط، تمام؟ المهم انك تعرفي الفكرة وتطبقيها عشان ما تروحش منك. شايفين ده كده بيكون شكل الكم. طبعا عملته لكم لونين عشان تبقى واضحه متداخله ازاي، تمام؟ باجي اقفل بالشكل ده اهو زي ما اتعودنا، القفله بتاعتنا اهي. تابعونا عشان هنعمل كل انواع الاكمام ان شاء الله. وده شكل الكم معانا زي ما حضراتكم شايفين. طريقته سهلة وبسيطة، المهم انك تمرني نفسك عليها. زي ما حضراتكم شايفين كده، لازم البيين اللي انا عاملاه ده في الطرف مهم جدا للفينش بتاعه. خلونا متفقين انه فيديوهات بدون تطبيق ولا كأننا عملنا حاجة. خلونا متفقين ان دي حتة قماشة اهي ملهاش اي حاجة، يعني مركونة وخلاص عملناها تدريب. لازم نمرن نفسنا عليها عشان نشوف نتيجة اللي احنا بنعمله، غير كده هيبقى مجرد فيديو انت بتشوفيه وتقفليه وتقولي لما افضل ابقى اعمله، لما مش عارف تجيلي موديل بالشكل ده ابقى اعمله. مرني نفسك عليه عشان تتخلصي من الخوف، عشان لما تشوفي حاجة زي دي عاملاها بنفسك انت بنفسك هتفرحي وهتكملي معانا. اتمنى اكون افدتكم.